أنا الذي نظر الأعمى إلى أدبي وأسمعت كلماتي من به صمم من به صمم من به صمم. بالمناسبة هنا أفتح نافذة فأقول من أي جهة يطلب العلم؟ أريد الجواب منكم. من أي جهة يطلب العلم؟ سؤال فضفاض، لكن حاولوا أن تجيبوا. قطعاً قطعاً، تفضل. حاول حاول، نحن هنا لنخطئ. هي المظانة، أنت ما أجبتنا، أنت فسرت الماء بالماء. ها؟ صحيح، ولا سألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون، بالبينات والزبر. لكن المصدر الأول عرفتم الآن، المصدر الأول العلم. نعم، من الله جل وعلا. أي من الله. من المعلم؟ هو الله. انتبه، ماذا قال الرب جل وعلا لنبينا صلى الله عليه وسلم؟ قال وعلمك ما لم تكن تعلم وكان فضل الله عليك عظيما. ويقول في الآية الأخرى ما كنت تدري ما الكتاب ولا الإيمان كان ضالا. انتبه، هذه الكلمة ستسجل. ويقول الشيخ قال محمد كان ضال. نعم، ألم يجدك يتيما ووجدك ضالا فهدى. فالنبي صلى الله عليه وسلم كغيره من البشر هداه الله جل وعلا وعلمه، كما علم الأنبياء السابقين، وعلم آدم الأسماء كلها، وعلمنا إبراهيم ملكوت السماوات والأرض. من الذي يفهمك؟ هو الله. ولذا قال الله جل وعلا عن سيدنا سليمان في مقابل أبيه سيدنا داود ففهمناها سليمان، ما فهمها، هو لم يفهمها لوحده، ففهمناها سليمان وكلا آتينا حكما. ركز لي على الذي نريد، وعلما. الذي آتاهم العلم هو الله. نعم هو الله. والذي فهم سليمان من؟ هو الله. إذا نطلب الفهم والعلم من الله. نعم، يقول ابن تيمية في هذا الخضم، يقول كانت تستشكل علي المسائل فأفزع إلى الصلاة فأدخل في حضرة الرب جل وعلا ثم أقول في نهايتها اللهم يا معلم آدم علمني، يا معلم إبراهيم علمني، يا مفهم سليمان فهمني. قال فأخرج من صلاتي وقد ارتفع كل إشكال وفهمت كل ما أريد أن أفهم. وهذا من قدساتي ونفع من قدسات الرب جل وعلا ومن نفحاته وسبحاته جل وعلا وفضله. نسأل الله تعالى أن يعمنا وإياكم بفضله. نعم، كما قال الله عز وجل واتقوا الله ويعلمكم الله. طيب ما العلاقة هنا؟ يعني الله يعني التعليم مطلوب من الله عز وجل. أي نعم، واتقوا الله ويعلمكم الله. أحسنت، هذا في أطول آية في كتاب الله، آية الدين، في آية الدين. نعم، اتقوا الله ويعلمكم الله. فلاحظوا هنا، فدائما نحن ربما من الخطأ الذي ربما هذا منهجي، هذه طريقة، يعني أقصد هذا التنبيه منهجي، دائما نحاول أن نحصل على الشيء فنجعل الله آخر من نلتجئ إليه، وهذا نحن نفعله، وهو من الشرك الخفي الذي لا ندري عنه وهو في قلوبنا. قال مثلا أنا أريد أن أتوظف، فماذا أفعل؟ أول حاجة شوف سي عبد القادر، سي عبد القادر الله يبارك رئيس جمعية وهو القائم على هنا وكذا، يعني يعني ما شاء الله، وخوتنا الأخرين يعني هم يقول لك ادخل البلاد بأهلها برجالها، ها ولا لا؟ ها، وربما حتى زوينة وعايشة وكذا، وما تعرف عايشة خير من عياش مرات، صح ولا لا؟ إيه نعم والله إيه، في عينت مشنت أنا مرة قضت لي مشكل كبير في عينت مشنت. إيه، ورجل ربما ما يقضي لك والو، علاش لا؟ طيب، ولكن نلتجئ دائما إلى هؤلاء الأسباب الطينية، هكذا نقول، فنلتجئ إلى هذا وهذا وهذاك فلان وهذاك عنده العرف وهذاك عنده كذا وهذاك عنده الآخر وهذاك عنده الجاه وهذاك عنده المال إلى غير ذلك. وبعدك تتفرش كاع وش يقول؟ وهذه ما ينفع فيها غير ربي هذه. طيب والله تعالى جعلته آخر المطلوبين. لاحظ، هذا من الشرك الذي نحن نقوم به ونحن لا ندري. فالإنسان يفزع إلى الله أولا وآخرا، أولا وآخرا، ثم يقوم
كما قلنا عائشة وزوينة وعبد القادر والمداني وغيرهم، هذا من باب الأسباب، والاعتماد ليس على الأسباب إنما على رب الأسباب جل وعلا. فنبدأ ونحن نريد أن نفهم، نطلب الفهم من الله. قال يا ربي أنا شكلت لي في النحو، بإذن الله سيرفع عنك. نعم بإذن الله تعالى، وتتعلم وترفع الحجب وتصبح بإذن الله تعالى نحويا كسبويه وابن جني وغيره بإذن الله تعالى. هذا فقط قلنا منهجية هذه الملاحظة. نكمل إن شاء الله بإذن الله تعالى. إذن علوم اللغة العربية 18 علما، أهمها هذه الأربع لطالب العلم. الصرف، أنا هذا ملخص، الصرف يهتم ببنية الكلمة، بهيئة الكلمة، ببناء الكلمة، كيف تكتب يعني حروفها، كيف تنطق أي ضبطها وشكلها. أما إذا أردنا معنى هذه الكلمة فنلجأ إلى علم آخر وهو علم اللغة، قواميس، المعاجم إلى غير ذلك. فإذا احتجنا إلى تركيب الكلمات ومعرفة الأواخر وكيف تشكل وكيف تنطق، فنحتاج إلى علم النحو. وأهم ما في علم النحو العوامل، العوامل التي بها نعرف الإعراب، هذا نتناوله في المساء إن شاء الله. أما إذا أردنا معنى التركيب، معنى التركيب بين كلمتين فأكثر، وهنا استدرك فأقول لأنني ما أكملت، قلت أقل ما يتألف الكلام منه كلمتان، وإما أن يكون اسمين أو اسم وفعل، مثل كاتب. كم كلمة هنا؟ كلمتان، كلمتان قطعا، قطعا كلمتان. لأن لو قلنا كتب فهمنا أن هذه جملة، أي في يوجد شخص كتب هكذا، فالفعل هنا ضمير مستتر تقديره هو. أو أقول، ونحن ربما نحاول تدريبكم، فنقول كتب محمد، فنقول كتب فعل ماضي مبني على الفتح لا محل له من الإعراب لأنه لم يدخل عليه عامل، وسنعرف هذا. محمد فاعل، والفاعل مرفوع بالفعل وليس مرفوعا بالضمة، فالعامل الذي رفع الفعل، الفاعل عفوا، هو الفعل، هو الفعل، إذن هو مرفوع بالفعل. ولذا القاعدة تقول كن فاعلا فترفع، كن فاعلا فترفع، ولا تكن مضافا إليه فتجر. نعم كن فاعلا فترفع. إذن كتب محمد هو تركيب من كلمتين، فعل وفاعل، فعل وفاعل. فهنا عندنا إسناد، عندنا إسناد، أسندنا الكتابة لمحمد. فلاحظوا هنا دائما نسند الفعل للإسم، أو نسند الإسم للإسم، نسند الأسماء للأسماء أو الأفعال للأسماء. نعم إيه، فهكذا تكون الله. فهذا أقل ما يتكون الكلام منه، هذا فعل من نحو. فنعرف هنا ماذا؟ نعرف الأواخر وكيف تشكل، حال تركيبها، حال تركيب الكلمات يعني من كلمتين فأكثر. فإذا أردنا أن نعرف هذه النسبة ونعرف المعاني ليس من المفردات بل من التركيب، فهنا أحتاج إلى علم البلاغة. لاحظوا لو قلت، ندخل إلى علم البلاغة باختصار، لو قلت رأيت أسدا يرمي، انتبه معي وأنتم كبار ما شاء الله، الله يبارك، يرمي هذه غض الطرف عنها، فغض الطرف إنك من نمير فلا كعبا بلغت ولا كلابا، يرمي دعها عنك. فقل رأيت أسدا، في رأيت أسدا، أرجوكم الإجابة تكون برفع الأيدي حتى أعرف المصدر فقط، نعاملكم عليكم أنكم صغار. كم كلمة في رأيت أسدا؟ نعم ثلاث كلمات، ثلاث كلمات، ها من يقول أكثر أو أقل؟ ثلاث كلمات، لا قلت من يقول أكثر أو أقل، ها من يقول أكثر أو أقل؟ نوردين، ها حاولوا، هي ثلاث كلمات، لا ينبغي تكونوا موقنين، لن يزعزع أحد إيمانكم. رأيت أسدا هذا إيمان، أنه ثلاث كلمات. نعم رأيت أسدا، إذن فعل رأى، والتاء ضمير المتكلم
ضمير متكلم. أسدا مفعول به، نحن أعربنا رأى، قلنا فعل ماضي مبني على الفتح. التاء ضمير متصل مبني على الضم، ما نقولش في محل رفع لأن قلت ضمير الرفع المتحرك. لو قلت ضمير متصل مبني على الرفع مبني على الضم في محل رفع فاعل يجوز. أسدا مفعول به منصوب بالفتحة والله بالتنوين. ها حصرتكم في الخطأ. نعم بالتنوين، قلت حصرتكم في الخطأ لأن هذا الذي قلته فتحة أو تنوين كلاهما خطأ. هي نعم حصرتكم في الخطأ وأريد الصحيح. نعم أحسنتي. إذن هو منصوب بالفعل، منصوب بالفعل دائما، هذه قاعدة. المفعول به منصوب بالفعل وعلامة نصبه الفتحة. لاحظ رأيت أسدا، ماذا يتبادر إلى الأذهان؟ أنه أسد حقيقي، أسد حقيقي. لكن لو قلت يرمي، يرمي، هل الأسد يرمي؟ ما يرميش. إذن هنا وش أصبح المعنى؟ أصبح المعنى مجازي. إذن البلاغة هنا بلغنا إلى المعاني بالمجاز الذي هو نجوز به في أقصر عبارة إلى المعنى المطلوب. فعبرنا إلى معنى الذي هو أن أسدا أي رجل شجاع، وكأنني قلت رأيت رجلا شجاعا يرمي. رجلا شجاعا ربما هما كلمتان، حذفتها وجعلت مكانها كلمة واحدة. إذن في أقصر عبارة وصلت إلى المعنى المراد. فهذا هو علم البلاغ، هذا هو علم البلاغ، هذا هو علم البلاغ. إذن معنى التركيب وماذا يوصل أو إلى ماذا يوصلنا هذا التركيب إلى المعاني، من المعاني. فهمتم هذا؟ وقد تكون كناية. كان أقول مثلا بالدارجة إحنا وش نقول؟ ها نقول فلان جيبوا موش ليه، وش معناه؟ كريم، جميل. لكن جيبوا موش ليه حقيقة ولا لا؟ قد يكون جيبوا موش ليه، ربما الجيب تاعه هذا، هذا تاعه وهذا تاع مرته ربما. نعم عبد القادر هذا تاع مرته في زوج، اي خلاص ما نجيب فوقاني تاعه لان هذا من جهة القلب، هذا لازم يكون تاعه. نعم طيب، فلاحظوا لكن هذا المعنى الحقيقي عبر بنا الى معنى، معنى لا مو مجازي بل كناية، قصدنا شيء آخر بعيد. لأن الكناية ما هي؟ هو العبارة الحقيقية التي لها معنيان، معنى قريب لا يراد ومعنى بعيد هو المراد. أردنا المعنى البعيد أنه سخي. يقال مثلا فلان يده بيضاء، قد تكون واحد يده بيضاء نعم، لكن لا نقصد هذا المعنى القريب، نريد المعنى البعيد، أي أنه نظيف لم يسرق لم يشتم لم يضرب لم إلى غير ذلك. أو نقول مثلا فلان كثير الرماد، هذا هذه من الكنايات عند العرب، كثير الرماد أي كثير الأضياف، عنده ضياف بزاف. علاش؟ لأنه دائما يطبخ فالرماد موجود. فهمتم هذا ولا ما فهمتم؟ فلاحظوا هذه المعاني، هذه أين ندرسها؟ ليس في علم الصرف، ليس في علم اللغة، لأن اللغة تدرس معنى الكلمة الواحدة، ليس في علم النحو لأن نحن لا نريد الإعراب، إنما تدرس في البلاغة بفنونها الثلاث. البلاغة لها فنون ثلاث، لاحظوا هاي البلاغة وحدها عندها فنون ثلاث. وش عندها؟ بديع اللي تسموها المحسنات البديعية، محسنات لفظية ومحسنات معنوية، وعندنا معاني وعندنا بيان، عندنا بيان ومعاني. نعم ويدرسوا فيها كذلك الفصاحة والإطناب والاختصار والإيجاز والحصر والقصر إلى غير ذلك من هذه البحوث التي يبحثونها في علم البلاغة. وأسمعت كلماتي من به صمم، وأسمعت كلماتي من به صمم. هذه اللغة لغة عجيبة لها أسرار لا يستطيع أن يحصل عليها أو يطلع عليها إلا من مارسها ودخل في غورها. أنا البحر في أحشائه الدر كامن كما يقول حافظ إبراهيم. فدر كامن وما زال الدر في هذه اللغة ويبقى إلى قيام الساعة. نعم ونحن نؤمن بذلك ليس شعوبية لأننا عرب، بل يفتخر بذلك حتى الأعجمي لأنه مسلم، لأنه مسلم. فهذه لغة الإسلام، لغة القرآن،
اللغة التي بها نفهم كلام الله تعالى جل وعلا ونبي وكلام نبيه صلى الله عليه وسلم ونلقى الله جل وعلا بها. ولذلك فأنا أتعلم اللغة العربية ليس بالموضوعية إنما بالذاتية، فأنا متعصب إلى العربية ليس شعوبية لا ولا قومية، إنما لأنني مسلم وهذا دين، والدين هذا بلغة العرب، ولذلك فأنا عربي. نعم، ونحن محظوظون أن من الله تعالى علينا باللسان العربي على ما فيه من لكنة وعجمة. نعم، في هذه اللهجات المتناثرة المتكاثرة التي ترونها وتسمعونها، ولكننا لا نعجز أن نتكلم كلام العرب، لا نعجز أن ننطق حروفه. آخرون، هذاك الجرماني الذي قبل قليل قلنا له وش تقول؟ محمد قائم. يا لا يقول محمد قائم، ربما الحاء لا ينطقها فيقول موها، يقلبها هاء، وكلاهما حرف حلق، ها؟ فيقول موها موها محمد كائم، ولا يستطيع أن يقول القاف، وتعجزهم الضاد وتقتلهم العين كما يقول شيخنا محمد سالم الدعدود، تقتلهم العين، خاصة الفرنسيس الفرنج لا يستطيعون نطق العين. نعم، لو قلت قول علم أو معالم فيقول معالم، لا يستطيع حرف العين، لا يستطيع أن يخرج هذا الحرف من حلقه لأنه لم يتدرب عليه في صغاره، فلديهم من الأخطاء الصوتية ما يسمى الفونوتيك، يعني الشيء الكثير. فنحن محظوظون، هذه نعمة من الله جل وعلا. ولذلك فالإنسان إذا أعطي نعمة ينبغي أن يحافظ عليها. كيف يحافظ عليها؟ يحافظ عليها بأن يستعملها فيما يريد الله جل وعلا. ولذلك لا ينبغي أن ننطق بسفاهة ولا بشيء لا يقبله الله جل وعلا، فننطق بشيء نلقى الله جل وعلا وهو عنا راض بإذن الله تعالى. علوم اللغة العربية خدمها العلماء قديما وابتكروها وجعلوا لها قوانين وقواعد، وظهر ذلك في القرن الأول. يقال أنه لما دخل الأعاجم، القصة هذه لا نستطيع أن نثبتها ولا أن ننفيها، لما دخل الأعاجم في الإسلام فدخل اللحن، واللحن هو الخطأ، لاحظوا هو الخطأ وليس اللحن هو الصوت، اللحن هو الخطأ، أي هو الخطأ في الكلام. ولذا يقول فلان يلحن الكلام بمعنى يخرج عن سننه، يخرج عن سننه. فدخل اللحن إلى كلام العرب، وتعرفون بأن اللحن يغير المعاني، يغير المعاني. من ذلك القصة التي تحكى وتروى عن أبي الأسود الدؤلي رحمه الله تعالى، أنه كان ينظر في السماء وابنته معه، فقالت ابنته: يا أبتي، ما أجمل السماء، ما أجمل السماء. قال: يا بنيتي، نجومها. قالت: يا أبتي، ما استفهمت، إنما تعجبت. هي أردت تعجب، والتعجب نضم اللام ولا وش نديره، نفتح. فقال: إذن افتحي فاكي، افتحي فاكي. ما كانش عندهم في ذاك الوقت الحركات هذه، ما كانش. قال: إذن افتحي فاكي فقولي ما أجمل السماء. فهنالك عرف أن اللحن قد دخل إلى أبناء العرب وأبناء المسلمين، يعني العرب، وصارت العربية مهددة الآن. ولكن هذا التهديد هل يهدد اللغة العربية فقط؟ لا، هو يهدد الإسلام. فهرع إلى علي بن أبي طالب، يروى، ليس لدينا إثبات ولا نفي، فقال: يا أمير المؤمنين، أدرك كلام العرب أو شيء من هذا القبيل. فحكى له القصة، فقال له: ضع، أرسل إليه كتابا وقال: الكلام ثلاثة أقسام: حرف، اسم وفعل وحرف. فالاسم ما دل على معنى ولم يتعلق بزمان، والفعل ما دل على معنى وتعلق بالزمان، والحرف ما لم يدل على معنى ولم يتعلق بزمان ولم يظهر معناه إلا في غيره. كأنه تعريف، يعني ربما أنا ربما نشكك في القصة، ولكن لا أستطيع أن أنفيها لأنها مذكورة في كتب
النحو والصرف ونحو ذلك، ولكن لا نثبتها كذلك إثباتا صحيحا على أن هذا هو السبب الذي لأجله كتب علم النحو. فقال وانحو هذا النحو، فقال وانحو هذا النحو أي يسلك هذا الطريق، أي لأن النحو يطلق على الجهة ويطلق على المثل. نقول مثلا هذه القارورة نحو هذه، نحو بمعنى مثلها، أو نقول اتجه نحو فلان أي اتجاهه مثلا. فقال وانحو هذا النحو فسمي هذا العلم نحوا. لماذا؟ لأن الخطأ الذي أصاب ابنة أبي الأسود كان في نهاية الكلمات في آخرها، أرادت أن تتعجب فتقول ما أجمل، فقالت ما أجملوا، لاحظ. ولذلك صار الاهتمام بعلم النحو أولى بالاهتمام بالمعاني والمباني والبلاغة نعم، فهمتم هذا ولا ما فهمتم؟ ولذلك علم النحو يأخذ حصة الأسد من الناحية الاستعمالية. لكن أهم علم ما هو؟ أنا الآن أسألكم للاختبار، وقد قلت هذا، من هذه الأربعة أيها الأهم والأولى والأعلى نعم قل علم الصرف. أحسن، هو من قال البلاغة من هنا؟ معلش أنا رتبتها على حسب الأهمية. إذن هو علم الصرف، علم الصرف هو أهمها وأولاها بالاهتمام. لكن لماذا نحن نهتم بعلم النحو؟ لأن الخطأ في التركيب، الخطأ في تركيب الكلمات وفي النطق بنهاياتها، التي ينبغي أن تكون على ما كان عليه العرب ينطقونه صحيحا. هنا أنبه إلى شيء، ما البقعة التي كانت تشمل اللغة أو تشملها اللغة العربية؟ هي اليمن والحجاز، البحرين، والآن ما يسمى بقطر وعمان وكذا. لا ليس الخليج، ما نقولوش الخليج، العراقيون لم يكونوا عربا، العراق لا ما تقوليش فارس، تقولي بلاد فارس صحيح، لأن العراق عراقان، عراق العرب وعراق العجم، ما دون النهر عراق العرب، وما وراء النهر عراق العجم، ما يسمى ب بلاد فارس. نعم، عراق العجم، وهذا قبل النهر عراق العرب، لكن ما اللغات التي كانت محيطة، انتبهوا إلى هذه، مهمة جدا، ما اللغات التي كانت محيطة ببلاد العربية؟ أولا الفارسية، من جهة الشرق أو الشمال الشرقي، البابلية والآشورية في العراق، لم يكونوا عربا، الكنعانية في الأردن، الفينيقية والسريانية والآرامية في الشام، بدولها الثلاث لبنان وفلسطين وسوريا، الفينيقية والسريانية والآرامية، في الجنوب، عربية في اليمن، لكنها بجانبها الحبشة، إذن الحبشية والهروية، وجزء جزء من جهة ما بين الشام والعراق، النبطية، انتبهوا، ومن جهة الشام وما فوق البيزنطيون بماذا كانوا ينطقون؟ بالرومية، ولم تكن هنالك لاتينية، انظر إلى ضعف هذه اللغات. نحن لا نعادي لغات الناس، لأنها من آيات الله جل وعلا، ومن آيات اختلاف ألسنتكم وألوانكم، فهذا من آيات الله جل وعلا. نعم، ولكن ليس، لم يقل الله تعالى ومن آيات اختلاف أديانكم، لأنه لا يقر غير دين الإسلام، لكن يقر اللغات الأخرى والألوان الأخرى والأجناس الأخرى. فهمتم ولا ما فهمتم؟ انتبهوا، فنحن لا نعيب على تلك اللغات، لكن نريد أن نرتب الأهمية أو اللغات على حسب الأهمية. فانظروا إلى هذه اللغة، اللغة قديمة جدا، اللغة العربية. السودان، ماذا كم كان فيها من اللغة؟ 50 لغة، أهمها الهروية والنوبية. من يسمع بهذه اللغة؟ في النوبة، نعم، حضرة النوبة، النوبية لهم لغة خاصة، والقبطية في الدلتا، القبطية، نعم.
فلاحظوا هذا هو محيط الذي يحيط بالعرب، والذين كانوا يتكلمون اللغة العربية على انتشارها في صحارهم وهضابهم وسهولهم وسواحلهم وكذلك في أنجادهم الأربع، نجد العراق نجد الشام ونجد اليمن ونجد الحجاز، أربع أنجاد، عدد هؤلاء قليل بالنسبة إلى الشعوب الأخرى الناطقة بغير العربية. تعرفون هذا؟ خذوا هذه المعلومة، هذه المعلومة مهمة. الذين كانوا يتكلمون اللغة العربية في أرض الحجاز واليمن قليلون هم من حيث العدد، قليلون، والذين كانوا يتكلمون اللغة الأخرى كثر كثر الفرس. تتخيلهم تما واحد ولا زوج بالملايين يتكلمون هذه اللغة مثلا، الفينيقيين وغيرها كذا كذا اللغات، لا أريد أن أستفيض. لكن ما الذي جعل بعد ذلك لهذه اللغة أن صارت منتشرة في بلاد المغرب والعراق والشام هو الإسلام. انتبهتم؟ ولذلك يقول كارلو بروكلمان، هذا مستشرق أوروبي، بروكلمان يقول عجبا لهذا الرجل، من؟ محمد صلى الله عليه وسلم، استطاع أن ينشر لغته في أسقاع العالم في أقل من 40 سنة، في أقل من 40 سنة، لأن في عهد عثمان بن عفان كانت أرض الإسلام من جنوب باريس في بواتي بالضبط، يعني تعرفون بأن مارسيليا وتولوز وليون وبورغوا هذه كلها كانت أراضي إسلامية. نعم، وأضف إليها أراضي القوط والإسبان والبرتغال، هذه كلها أراضي إسلامية، وشمال إفريقي كله كانت أراضي إسلامية. وامضي معه إلى بلاد الهند وجزء كبير من الصين، نعم، بل إلى تشقند، أزيدكم، الساحة الحمراء في موسكو كانت تابعة لأرض الإسلام، ونحن نجهل هذا لأننا قد ضيعنا أراضينا وضيعنا الآن لغتنا وسنضيع ديننا. ولكن إذا ضيعنا ديننا فالله حافظ للدين، ولكن حفظ الله للدين ليس حفظا للمتدينين. نعم. أنا الذي نظر الأعمى إلى أدبي وأسمعت كلماتي من به صمم.